أهلا بكم أصدقاء الكرنفاليين في كل مكان في العالم. هل قابلتم كرنفاليا من قبل من هؤلاء الكرنفاليين الذين قدموا عروضا ومشاهد وأغاني ومسيرات كرنفالية؟ ستتعرفون عليهم الآن وعلى المواضيع الاجتماعية التي عملوا عليها والمشهد الذي قاموا به والطرق الفنية المختلفة التي قاموا بأدائها. أنا أحمد صالح، منشئ مسرح الكرنفال من المدينة للفنون. من الجميل أن تتعرفوا على فنانين اختاروا أن يعملوا مع المجتمع ويلتزموا بقضاياه، فيما يمكن أن تطلقوا عليهم أنهم فناني المجتمع أو فنانينكم أنتم، وأتمنى أن تكونوا مثلهم. سنتعرف الآن على البيوت. البيوت بتاخد طاقتها وروحها من طاقة وروح الناس اللي عايشين فيها. في بيوت أول ما تدخلها تبقى مش عايز تسيبها، وفي بيوت أول رجلك ما تعدي عتبة بابها تبتدي تفكر إمتى تمشي، ما تبقاش قادر تتحمل طاقتها. في بيوت لما يرحل منها حد من ناسها طاقة البيت تتغير. موت الأب، الأم، الأخ، الزوج، الحكاية هي رحيل حد من اللي البيت بيحبه. أقول لكم حاجة وما تضحكوش عليا، مش شرط إن ناس البيت تحب، لكن شرط إن حيطان البيت هي اللي تحب. حاول تفتكر بيت كنت بتحس فيه بالراحة وبعدين طاقته اتغيرت. دور ساعتها على مين من ناس البيت ده رحل عنه، ساعتها هتعرف مين اللي كان البيت بيحبه. ما هو روح البيوت من ناسه، وزي ما روح البيوت من ناسها روح المدن من مناطقها، وخصوصا مناطقها القديمة العتيقة. عشان كده كل ما الاقي بيت من البيوت القديمة في اسكندرية بيتهد اترعب، خصوصا بتبقى بيوت جميلة معمولة بمزاج، مش علب كبريت مرصوصة فوق بعض. انا بعشق المناطق القديمة وخصوصا المناطق الشعبية، بحر، الحضرة، كرموز، الحسين القديم، الدرب الأحمر، باب الشعرية. وافضل كرر الأسماء وافتكر المناطق اللي ممكن تسحرك في أي مدينة هتلاقيها قديمة. وبخاف من المناطق الجديدة وخصوصا العشوائية، المناطق اللي الصوت العالي فيها هو اللي بيتحكم في روحها، بحس إنها روح شريرة. كنا راكبين الأوتوبيس والساعة يا دوبك عدت 9 الصبح بشوية، رايحين نعرض أول عرضين لينا في كرنفال الشارع. الأوتوبيس بينقلنا من منطقة لمنطقة في القاهرة، وأنا سرحان في البيوت والناس، قاعد على كرسي جنب الشباك وشادد ستارة الشباك حاططها على راسي، فاصل عن المجموعة وسرحان في القاهرة. خطفتني القاهرة المملوكية وصدمتني المناطق العشوائية في القاهرة. أعتقد صعب الواحد يشوف مناطق عشوائية بالقسوة دي في أي مدينة تانية. فضلت عيني تتنقل ما بين الجمال والقبح لحد ما ابتدى القبح يحكم الصورة. الأوتوبيس بقاله حوالي 5 دقايق ماشي في قلب منطقة عشوائية وخيفة التكوين. فجأة سمعت صوت المشرف على الأوتوبيس بيعلن إننا قربنا نوصل، إحنا هنعرض هنا. يا نهار اسود، بصيت على وشوش المجموعه ابتديت اشوف التوتر اللي ابتدى يظهر عليهم. دورت على صالح لقيت واقف بيتكلم مع منسق العروض في القاهره. توقعت يمكن اكون تمنيت ان صالح يلغي العرض ده، لكن من اشارات صالح وملامح وشه حسيت انه سعيد بالمكان. الاوتوبيس وقف قدام سور مدرسه ابتدائي، افتكرت جمله صالح وهو بيقول لي عروض القاهره عروض تجريبيه في المشروع. صالح بيختبر العرض لدرجه ان اول عرضين في مدرسه ابتدائي وفي منطقه عشوائيه. المهم قدام باب المدرسة المقفول بالجنزير وقف شوية طلبة من اللي شكلهم يديك إحساس إن أشطر واحد فيهم سقط 3 أو 4 سنين ولسه في ابتدائي. العيال عمالة تهبل على باب المدرسة مصممة تدخل، وابتدى عيل فيهم شكله أكبر منهم بوابل من الشتيمة الموجهة للمدرسة والمدرسين. اتفتح باب المدرسة المقفول بالجنزير عشان ندخل. المدرس اللي فتح لنا الباب فضل يتفاوض مع الطالب ده عشان يسمح لنا بالدخول ويقول له ان العرض التاني هيحضروه لان العرض الاول للطلبه لغايه سنه رابعه ابتدائي. سبت المفاوضات شغاله بين المدرس والطالب ودخلت مع المجموعه. صالح اعلن ان هو اللي هيقود مسيره العرض النهارده، بعد كده كل عرض هيكون لقائد من المجموعه. استعدينا وابتدى العرض الاول لطلبه المدارس من الصف الاول للصف الرابع. بصراحه البهجه اللي الاطفال صدروها لنا كانت حلوه قوي. مش كده وبس، كل تخوفاتي من تقديم العرض للاطفال اختفت، احنا نفسنا نسينا اننا بنعرض للاطفال. مع نهايه العرض الاول واحنا راجعين للفصل اللي هنستعد فيه للعرض الثاني، احنا بنضحك وفرحانين لمحت صالح بيتكلم مع مدرس المدرسه. تبش عليكم، خفت يبوظ علينا الفرحه اللي احنا فيها. اصنع التحدي جديد، وخوفي كان في محله. صالح بيتفق مع المدرس ان الطلبه في العرض الثاني يسيبهم براحتهم واحنا وهم نحدد مكان العرض. مش كده وبس، كمان المدرسين يتفرجوا على العرض ويسيب المجموعه هي اللي تسيطر على الطلبه.
لأول مرة من ساعة ما انضميت لكرنفال الشارع ألاقي نفسي مش معترض على التحدي الجديد اللي بيصنعه صالح. مش ده وبس، ابتديت أقتنع باللعبة اللي هو بيلعبها، وابتدى العرض التاني. المجموعة بذلت مجهود رهيب للسيطرة على الطلبة. فجأة لمحت الولد اللي كان بره المدرسة في وسط الطلبة بيزقهم عشان يكون في الأول الصف يتفرج زي ما هو عايز وبالطريقة اللي هو عايزها، اللي ابتدى يعلن عنها بحركات جنسية بإيده من اللي يحاسب عليها القانون. لقيتني عايز أروح لغاية عنده وأديله بالشاورما يخليه فوق ويحترم نفسه، لكن في نفس الوقت أنا لو عملت كده العرض هيبوظ. سكت عصبي بالعافية وكملت العرض، وأنا جوه مني سؤال هيفرتك دماغي. إحنا صحيح بنعمل عرض مسرح ضد التحرش، لكن في نفس الوقت المجموعة نفسها معرضة للتحرش، إحنا اللي ممكن يتم التحرش بينا وبالبنات اللي معانا. يا نهار أسود، دماغي ابتدت تغلي. كل اللي قدرت أعمله إن أغمض عيني وأفكر في العرض. طول عمري وأنا مقتنع إن العرض الجاي دايما بيكسب أي تحدي، لكن إحنا هنكون في الشارع. مش كده وبس، ده إحنا بعد القاهرة هنعرض في قنا والأقصر في القرى، مش حتى في المدينة. افتكرت جملة صلاح عبد الصبور: رعب أكبر من هذا سوف يجي. وأنا في قلب أفكاري ببص على الولد لقيته بيسقف مع داليا وهي بتغني: نطي نطة يا دبدوبة. تنحت، أخدت قرار إني أبطل أفكاري المسبقة، أبطل قلق. بس ده طبعا إزاي تخلص منه؟ المهم خلصنا العرض، والولد بعد ما كان متنمر ضد المجموعة وبعد ما كان عايز يثبت للطلبة في المدرسة إنه قوي ومسيطر رجع طفل. معرفش إيه الأفكار اللي دارت جواه أثناء الساعة اللي بنعرض فيها كرنفال الشارع، لكن اللي أنا شفته إني لقيت طفل فرحان ومش مخبي فرحته قدام زمايله، زمايله اللي ممكن يكون بقاله أكتر من سنة يقوم بأفعال وتصرفات لإثبات سيطرته عليهم، لكن في النهاية رجع طفل. أصدقائي الكرنفاليين، أخبرونا عن رأيكم في حكايات الفنان الاجتماعي والمخرج المسرحي أحمد فتحي أحد الكرنفاليين، ومن الممكن أن تقوموا بقراءة باقي الحكايات الموجودة في الرابط الموجود في الوصف. وإن أعجبتكم إحدى الحكايات قوموا بتسجيلها بأصواتكم وأرسلوها إلينا.